طب بس ايش تقول لي نخص يعدى؟ هاي هاي لا اللي يبغى يشتري اغراض من روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عندي مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود في اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج، لكن اليوم راح نلعب تحدي انا ودحوم. فقبل ما نبدا المقطع لايك اشتراك فعل زر التنبيهات وكود في اس ال في الايتم شوب، كود في اس ال في موقع روكت ليج اكسشينج، كود في اس ال في نمشي اللي يشترون اغراض من نمشي وملابس زي كذا، كود في اس ال يخصم لكم فوق الخط. اي حد يشتري من هذه الاشياء يرسل لي في الانستغرام الخاص، ادري ايش بسوي بس يعني شكرا والله. عموما التحدي كان على 5000 كريدت لكن صار على 10000 كريدت. كيف صار؟ شلون صار؟ راح تشوفون في المقطع، فاستمتعوا في المقطع وقناة دحوم الوصف، فلا تقصرون معه. خليكم مع المقطع. 3 2 1 بسم الله. هاد الحين خبرتي الماب. خلاص خلصت عندي، ها تعودت عليه بعد اللي صار خلاص. هاي بس في 3 بعد بس في 3 ولا تبغى؟ لا اوكي 3 متحمس. وقت تقول 5 ايش عندك سلو؟ والله شوف لا 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 الله حلوة والله اكسرت رقبتي. حلوة اللمسة. شو لحقت عليها؟ كانت تطلع خلاص. والله كيف لحقت؟ والله قبل ذا جدار بشوي. اخر شيء. يا ساتر، تدري ايش كان عندي؟ جزمة. لا اي فايدة. شوفك مقرب مرة. الله كنت ابغى اشوف يعني بس هجت شوي. اوكي. ان شاء الله تجي. حلوة 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 اوكي. عندك سلام؟ لا 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 ايوه جيل جيسك جيل جيسك وات وش ذا الحظ؟ كنت ابغى اخلصها اصلا. نايس. احب الصدف اللي كذا، احب الصدف اللي كذا. والله نايس. والله يا ساتر، والله قاعد اقول لا 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 خلاص قط الامل. اشوفك ناشف الجدار يا ساتر. بسم الله. اوكي هذه كذا. لا تكفى. لا وش ذي؟ وش ذي؟ وش الخايسة؟ القم على الخاصية الكبر اللي عندي. وش الجزمة؟ اعطيني جزمة يا اخي. اشوفك ملصق. اقرب ابغاك. قمت ديفر انا. شكلها ما يمديك تستخدمها. والله احس ما يمديك. ذا مالك الا تحاول انك تقرب طق شيء ولا تعطيني هدف. جيب هدف خاصي. اوكي. ان شاء الله هدف، ان شاء الله هدف. لا اله الا الله. يا ساتر. ما ادري كيف رديتها. والله ما ادري كيف رديتها. ايوه سلم. عندك جزمه؟ ان شاء الله هدف. يا ساتر. اوكي شوف. يا ساتر. ما اقدر. الو. اوكي سريع سريع مره. لا لا شوف. يا ساتر. يقطع ام الحاله بالضبط على المكان. انا وجهه لها سيده كذا. يا الله الحمد لله يا رب. الله يلا يلا نقدر نقدر نقدر. اوكي يا اخي مشكله، معطيني بوست يعطوني اشياء زي التبن. يا رب يا رب يا رب يا رب. ايوه حلوين. لا 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 نفس الشيء. لا نفس الشيء. يقطع شكلك. يا الله ان شاء الله هدف. اوكي يا الله هدف هدف هدف. بس لا تكفى. يو اعصار. نايس. لا اعصار. ايش فايده الاعصار؟ الاعصار اخر كوره بعدها. ما يسوي ولا شيء هنا. اتوقع انه يعتبر زي شو اسمه مغناطيس. لا 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 هنا يخرب زين. والله نكبه. المشكله ما يمديك توخر هذا. ما يمديك توخر الشيء اللي طالع لك، لازم تستخدمه. او انك ما تستخدمه ابد. اوكي. ما لازم نكون باك الحين. بقرب. ايه. والله ما يمديني استخدمها. يقطع امي كفتني. الله ياخذ الجزمة. ما يمديك تستخدمها ابدا. لصقت لصقت ما اقدر. اوكي. قاعد احاول اني اقرب عشان معك شو اسمه هذا شك. سماش هجت. اوكي اوكي اوكي. بعدين الكم باك جاي الكم باك جاي. باذن الله. لا. هاي جاي مالك. بدي اسوي حركه بس ما ادري اسوي ولا ادرب. وش هذه؟ طلعت من التيم ورجعت قلت يمكن تروح الخاصيه. احق والله.
شوف يعني الحين اللي يسرع يمدينا اقدر استفيد منه الله يحفظك. يسرع ايه اللي يسرع ايه تاكد لازم تكون قريب شوي. انا معي الجزء ما اقدر استخدمه ابد يا الله والله غابنا والله تلحق في شيء. ايه حلو 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 يوه والله لعبتها صح. ايش فايدة مغناطيس؟ والله يشوف كانت بعيدة صراحة. حتى لو جاء عليها هذا انه في مغناطيس عليها شوف. هو المفروض انك تطقه ايه. يمكن عشان الثلج ما ادري. بس امشي امشي كذا يعني. نايس والله سالك وياك. قلت لك انا كمباك خلاص عرفت بعد ما لعبت معك. يعني الاقيام هذه يعني. يا ربي يا كريم. اوكي. شو معك مغناطيس نسيت. لا ها مغناطيس مغناطيس ومشغلينا. شوف شاطفها 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 اقسم بالله. غريب والله. والله انا ما ضبطت سياره كذا بسبه المغناطيس. قلت ايه بمشي ما يحتاج الدور ما ادري ايش. اتوقع اتوقع زي ما انت قلت اذا عليها الثلج. كان معك ثلج قبل شوي؟ ايه كان عليها ثلج. ما انتبهت. بسم الله. ما جاي قايل لك من البدايه. اوكي معك البوكس. انا اي فايده. حلو. قامت يا رب يروح يا رب يا رب يروح القوله. ساتر يا ساتر يا ساتر. مشكلة السقف الخام. والله يلخم. في الخام يلا نلعب مع السقف. انا اوريك السقف. يلا مع السقف يلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني استخدمتها. اوكي. هدف. يا ساتر. بس القم ما تجي. لا اي ايوه ايوه لفت فخر لحظه. يا الله يلغبنا والله غبنا. شوف كيف لفت فخر لحظه شوف. يا ساتر انا ما تشوف عليها انت سلك. اي مره ما في استعاده الله قهر. ما ابي عيب تفوز علي. ما ابي عيب. باذن الله افوز باذن الله باذن الله ما تفوز. بس ايش تسوي يجينا خاصية عدله. هاي هاي لا يقطع شكلك. وشلون يقطع ام الحوض. كنت مبلي يا ساتر. يوه بغاك تنكبني ذي بعد. يا الله لا 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 شو يا ساتر يا والله ما توقعتها. انا لخمت كنت اشوف كل شيء يتقلب عندي. يا الله تكبر مرتين ورا بعض. يلا سلم يلا نكذب يلا يلا يا عيال الحظ. الحمد لله الحمد لله مرتين ورا بعض ما جاء هدف بينهم. تعرف حلو 13 ثانية باذن الله انك ما حتى ما بيجي خاصية يشغل هاك و حركة الدحوم ذا. بسم الله ان شاء الله هدف الحين. ما بيسألهم ما بي صعب انك تفوز علي فيه. ان شاء الله هدف الحين ما تجيك خاصية عدلة. لا ايزي ايزي يكتب مخبنا. انا ابغى اعرف كيف سبحان الله جاك ذا التبديل. الحمد لله رزق 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 من الله. التبديل جاء المرة الأولى سكت ويجي المرة الثانية بعد على طول كيف كيف اللي قبل شوي صار. والله العظيم يعني معليش تو ماتش. بس كيف بالله على سرعه البديهه و يا الله والله في حركه ثانيه كنت بجربها الصراحه بس هذه الحمد لله. يا رب لا 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 البوكس لا تكفى لا. اوكي اوكي ايزي هذه. والله بغيت انط الحمد لله ما نطيت. يا رب يا رب. اوكي هلو ان شاء الله تجي. اوكي بسم الله هاي تجي هاي تجي هاي تجي. لا يدحوم خلاص. هذا الحين معك الخاصيه بعد. لا الخاصيه خايسه. لا 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 ايوه ايوه يا رب لا راحت مني. الحمد لله. اي ما في جدار وين بتروح يعني وين بتروح. وانا بصد الكوره بس راحت مني في اللحظه اللي شت فيها انت. شوف شوف متى راحت. يوه اخر شيء. يا الله يلغبنا. هذه كم الوقت حقه ولا شيء بس انه كذا حظ الحظ. هذا فن يا اوكي اوكي نشوف الفن هنا. الو انا بغيت اقول على نفسه سكت كل العوارض. اوكي ان شاء الله هدف. ما تدري ما تدري شفت كيف؟ قلت لك هي فن وليس حظ. يا اخي ما اقدر استخدم خاصيه طيب. ايوه بالسبيد ان شاء الله هدف. لا 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 الله ياخذ الجزمه. بسم الله انكبتني ما اقدر استخدم خاصيه. بس قولك ايش جاي قدام. طيب ابغى تروح ابغى اسوي شيء.
والله العب بدون خصيه لين متى؟ الله ياخذ ابليس مغناطيس معك صح؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر ربنا يستر. لا 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 يحظ لا يلحظ والله مفروض تجي كذا في النص مفروض يا اخي علقت علقت على السق علقت على الجدار اللي جنب وما ادري ايش وشو علقت فجاه هنا مفروض تجي كذا دوران التفاف 5-0. طيب شوف شوف انت بتشوت ها وش راح اسوي حسافه تعبت الحيل هذه وكل شيء حسافه اشوف راسك فيني قد شو هذا اخذ الخاصيات التبت والله حرام اقسم بالله ان شاء الله بسم الله بسم الله بسم الله لا 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 تو ماتش تو ماتش اه وي تكلم يا الحظ تكلم لي الحمد لله نجاح هذا الجيم ما يسمى جيم معليش دحوم ولا شيء جاني كويس اعطيك الحين 7 اهداف تحدي اني افوز عليك هو بتفوز انت حظك في ذا الجيم كويس والله 7 اهداف 7 اهداف راح يلا تحداك تفوز يلا خلنا نسالك من الناس اوكي تدري انا تخيل يعني الجول والله لا استغفر الله والله العظيم حظي في الجيم نسي شوف الجيم اللي قبل تقاوم هذا ولا هدف تخسر هدف واحد انا حظي متحسش زي كذا متفائل يعني اذا فزت عليك ايش لي تبي ولا كذا طيب بعطيك 7 المفروض تعطيني 10 في كذا شوف خليني اكنسل 8 اذا فزت فرق هدف طيب اذا فزت 10 في كذا راح دبل دبل والله تم بس 8 راح راح بسرعه 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 طيب بسرعه ما في وقت ايش ما في وقت ايش تسوي ما في وقت العبها سيده قرب قرب العبها سيده اوكي باقي الثامن ها اديها شوي والله القهر اني لو ما جبت ولا هدف بعدها مره اديها مره اديها اوكي بسم الله ابغى اصدها بسم الله شدها شوي بسم الله يا رب يا كريم يا رب الحين صار الموضوع جدي يعني ايش رايك كذا شخصنا الموضوع الحين اوكي هو المشكلة كان همي اني استخدم الخاصية الله ياخذها انا استخدمتها وانك شفني شفت في التسريع التسريع كان معي كنت بهبلبك وانا لاصق طلعت لي انه ترى يمدينا استخدمها بس ما قدرت لان الكورة كانت ماشية الله ياخذها كذا ضمن لايك اشتراك فعل زر التنبيهات ونشوفكم يا ساتر سلم ايش فيه؟ طاقم كبوت سيارة والله هلا هلا سلم هلا حلو دافعين لك الماب يا رجال او انت قصدي دافع لهم توني بقول اقسم بالله توني بقول الحمد لله يلا يمدينا اوفر تايم الا جول على طول بس عاد له بعد ايه لو ما انا صح كنت انسحب والله انسحب والله ايد صراحة على الخاصية اللي معي تكفى قول الجزمة يا ساتر يا ساتر بنبالي حركات على اخر دقيقة تجيب جول على اخر ثانية اقصد مو بجاي هدف مستحيل يجي هدف مستحيل يجي هدف الحين هدف يو جاء الله هدف يس يلعب بالضغط يو سلوم ضغطتني ضغط اقسم بالله ما توقعت يا ساتر يا رب يا رب يا رب والله لفت لف سلوم شوف في شيء يمين الملعب طالع طالع شوف وراك شوف وراك في الغرفة هدف تمس الارض على طول ما في ايش هو جاني مغناطيس سبحان الله الحين بيجيني جزمه انا كنت هنا شوك يا الله والله جيم ذا حامي مره حامي مين بعطيك 7 اهداف لا تنسى هي بذلنا ذا ايش رايك لا سلوم ما عندك تبديل ما ينفع تبديل سلوم ما ينفع تبديل تراك تراك القم حسيت والله العظيم ما توقعت افوز يا شباب تراك معي تبديل والله اني حسيت باللحظه اللي قلت فيها تو جايني وكاله كذا بستف 2 يعني ايش 3 ثابته ها يعني تصير 5000 خلاص الحمد لله يا رب الحمد لله وفرت نص المبلغ الحمد لله لا لا الحين المفروض بس عليك برضو يعني نفسي 10000 لا سر سر انا تحديتك على 8 اهداف بس اوكي خذ الكره من النص ودوها عندك ليش؟ غلطه واحد وشو مين بتقول الكف لا كانت في النص طيب ما تجي النص والله اشوف يعني والله المرمى يخوف اذا كنت لاصق فيه ايه ما ضبطت يا رب ضيع يا رب ضيع ايوه لا 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 شو شو انا اللي ضعت انا اللي ضعت وانت ايوه جو اوه يا ساتر يا ساتر دبل تاتش حلو خاصيات زي انتبه مره شفت كيف حظي الحين بيجي تبديل بوكس بوكس افضل من ذا الرياح العاصفه اوكي ان شاء الله هدف ما يبي لافه اوكي يا ساتر يا ساتر يا ساتر بنفسجية بنفسجية أول مرة تجي
حلو الحمد لله معي جزمه الحمد لله انه جات جول يا ساتر كيف لفت كذا في اخر لحظه ما ادري كانت ماشيه يعني في الطرف سجل شوي الله ياخذ ليش اه سلم خليك تجيب جول تعطينا 10 جول سري خلاص اعطيني فرصه عمر والله والله كنت فايز الا شوي يوم جبت الهدف ما اي ما صار شيء 5000 جايه جايه ان شاء الله باذن الله لا باذن الله اوكي والله العظيم بغت تدخل ساتر اوكي سلام ما عاد اقول لك شيء لا ما هي تبديل نصاب تخدم تبديل يلا اه خلي الاوقات حرجه تقبلها انا متقدم ضامن اوكي هذا بنفسجيه الحين اها الحين بنفسجيه قايل لك ان الحين بنفسجيه اوكي هجت ايه القم تسرعني ما تسرعني خلاص 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 والله قلت شوف انت قلبت فوق مالي دخل انا بستخدمها لصقت هنا عشان ما تسوي ولا شيء والله شاد انا مره خلاص فلوس دي بتروح لا ما راح تفوز انا اقول لك اذا فزت ما راح تفوز اذا فزت كم لي كريدت اقول سري 5000 بس ايه اه لا ايوه جول طع ام الغبنه ما كذي بعد الله ياخذ بليسك شوف طقت كيف الورا والله يا شباب يعني انا اسف صراحه توقعت اني ادي افضل الحظ اللي قاعد اشوف انا اهم شيء الستر لا ما تستخدم تبديل الحين اصبر قالها بعد شوي احسن لك الله دغدغ ذي ما تسوي شيء يا ساتر يا ساتر يا ساتر السرعة الله ياخذ الجزمة الله ياخذ الجزمة جاني بوكسر رجع ما استفدت منه ولا شيء ما حرك الكورة والله ما حرك الكورة يا ساتر والله العظيم صعب يا شباب والله انه صعب يعني يبغالك توزن سيارة كيف ترجعها زي ما كانت بالضبط كأنك ما طقت الكورة يا ساتر شفت كيف لفت في آخر لحظة كيف الله يبغى تجي السيارة كيف تضبطها ما تدري الله ياخذك يس 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 الحمد لله مع مغناطيس بعد الحمد لله الظاهر ما يضبط الثلج بس الحالة اللي ما يضبط عليه الباقي كل شيء يضبط الحمد لله يا القلبة لازم شد لازم شد يا شباب لازم شد اوكي مع شيء بس ما ادري وشو هذا اهم شيء فتكيت منه اهم شيء فتكيت منه شكل معك شيء جامد صح؟ ايه معي شيء جامد ما اشوف شكل اللي استخدمته يا ساتر ما اقدر استخدم اللي معي طيب ايه شكرا سلوم اقسم بالله والله توقعت الكوره تروح تلف ترجع توني بارجع والله توني بارجع يا ساتر شوف راحت منك متى يوم قررت تقطع ام الحظ والله قذيفه جات والله حرام والله نكبتني ذي ثنيه كذا ترى اوكي 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 بقي دقيقه ونص نحن نستطيع نحن نستطيع حلو يس حلو ها حلو خوفك قلت حلو على اللحظه اللي جت فيها اول ما طلعت الخاصيه ضبطت الحمد لله امليسك مرتين ذا الجيم يا رجال نسينا الجيم اللي قبل شوي ولا شيء جاني كويس ما انهز اعطيك 7 اهداف بذل العش 7 اهداف ذا يا ساتر يا ساتر الخاصيه والله خاصيه سيئه والله بقعد العب كذا ما ابغى استخدم ولا خاصيه اه سلام بدون خاصيات بدون اي شيء يا ساتر والله سريعه بنفسجيه بعد الكره الجايه بعد كورتك الحين بنفسجيه لا والله يا ساتر ايش في بنفسجيه تكفى اوه جول اي في الزاويه والله مستحيل عاليه في الزاويه ما اقدر اسوي شيء يا ساتر يب حظي حظي جزمة حظي جزمة والله حظي ذا الجيم يا الله يا رب 30 ثانية يا رب مرة واحدة اوكي يلا انا اوفر تايم اوفر تايم والله بغيت تجي ذي قال لك اوفر تايم حظ سلوم في الاوفر تايم سلوم حظه كله يتجمع كيف في الاوفر تايم كرالله بغيت اطيح الامديسا يا هب ول يا ساتر كيف تقول لهم اذا عندك تبديل قول لي
التعليق لا تعليق. شفت يوم تقول اذا جاك تبديل جلست اشوف في الخاصيه وش طلع لي. شلونك طيب؟ الكره لفت كذا حبه في اللحظه اللي نظرت فيها تحت يمين، الكره لفت حبه وش طلع لي ولا شيء اقدر استفيد منه. الاخضر هذا اللي يطق فيه الكره امدان حتى استخدمه. اوفي 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 حظي حظ ولا اوفر تايم هب والبوف 10 ثواني ما مداي يتكلم دايركت يا ساتر. الحمد لله انا عسى الله ما جته تجي 5000 منطلق تجي اكسنج الوصف عوضوني الله يسعدكم. اللي يبغى يشتري كود في اسل يعوضني شيء الخسائر. طيب العاب دحوم استمتعنا والله ما بحلو. انا استمتعت ان اخذت كريدت منك هذه المتعه يعني. طيب سلك المقطع. طيب ايه مقطع حلو ومساك المقطع اليوم قناه دحوم ديسكريبشن. يعطيكم العافيه ونراكم على خير في امان الله. السلام.